مراجع الشيعه هم نواب لصاحب الزمان وهم صمام الامان وهم الجهه التي يؤخذ منها دين صاحب الامر وكل الاحاديث تشرح وفقا لهذه الرؤيه الجاهل قد يعذر وعذره جهله لكن الذي يعرف الواقع وانما يحرف الحقيقه لاجل ان ترضى عنه مرجعيه النجاه هذه خيانه خيانه إن كان يعنونها بعنوان التقية أو بالعنوان الذي يضحك به مراجع النجف على وكلائهم الذين يعرفون الحقيقة حيث يقولون لهم من أن الحقيقة هي التي تطرح في برامج قناة القمر صدقوني 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 وحق شرف الزهراء هذا هو الذي يجري في كواليس النجف يقولون له من ان الذي يطرح في برامج قناه القمر هو الحق وهو الدين لكن بهائم الشيعه ماذا نصنع لهم؟ لو اننا وجهناهم بهذا الاتجاه فانهم سيرفضون ذلك وحينئذ ستكون هناك فتنه لذا من الافضل ان نحافظ على ما هو الموجود وحق شرف الزهراء هذا الكلام هو الذي يدور في مجالسهم وفي كواليسهم وانه اكثر من ذلك انا جئت بطرف الخيط فقط الكلام اكثر من ذلك بكثير وحق شرف الزهراء ويقولون لوكلائهم الذين يعرفون الحقيقه الذين لا يعرفون الحقيقه يقولون لهم شيئا اخر يقولون لهم هذه قناه ماسونيه وهذا رجل ماسوني الى بقيه الكلام لكن الذين يعرفون الحقيقه يقولون لهم هكذا من ان المصلحه تقتضي يحدثونهم عن مصلحة الشيعة تقتضي أن يبقى الشيعة على الحال الذي هم عليه فذلك أفضل لهم لا يريدون للشيعة أن يعرفوا الحقيقة هذا هو الذي يجري في كواليس النجف في كواليس مرجعية المرجع الاعلى وسائر المراجع الاخرين وحق شرف الزهراء. وانا مسؤول عن هذا القسم. مسؤول عن هذا القسم اذا ادركت زمان الظهور بين يدي امامي. مسؤول عن هذا القسم بين يدي الزهراء في عرصات يوم القيامة وشرف في الزهراء ما نقلت لكم إلا الحقيقة وأنا متأكد متأكد بدرجة مئة بالمئة مما أقول هذا هو التيه الذي اتحدث عنه وهو هو الذي تحدثت عنه كلماتهم ورواياتهم واحاديثهم الشريفه